وللحديث عن التطورات في غزة والمأساة الإنسانية مع مواصلة الاحتلال قصفه وعملياته العسكرية في عموم القطاع، معنا من بلجيكا عبر سكايب منسق المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية الدكتور أحمد فراسيني، ومن بيروت عبر سكايب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب. أبدأ معك دكتور أحمد، يعني لماذا لم يتغير شيء في الواقع الإنساني على الأرض في غزة رغم التصريحات الأمريكية والغربية قبل أيام؟ غزة لا تزال مكانا للموت والدمار. تحياتي، مساء الخير. أولا يعني هذا الجواب هو بأن دولة الاحتلال لا تدفع ربما الأثمان العالية حتى اللحظة، وترى بأنه يمكنها حتى هذا اليوم ارتكاب المزيد من الجرائم، وهي لا تخشى العقوبات الدولية كما يحدث مع الدول الأخرى، ولا تخشى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولا محكمة لاهاي ولا الجنايات الدولية إلى ما ذلك. يعني تقوم بكل ما تريد القيام به بحق الفلسطينيين على مدى 75 عام، وتستمر الجرائم وتستمر دون حسيب أو رقيب، ولذلك هي تستمر. نعم تدفع الأثمان اليوم، ولكن هذه الأثمان حقيقة ربما يعني كما يقول الصهاينة أنفسهم بأنه يمكن استعادة مثلا بعض الأمور التي خسرناها حاليا، الأموال تستعاد، وهناك من يتبرع ويدعم، البنوك تدعم والحكومات الغربية تدعم والأسلحة تصل، والغطاء السياسي كما رأينا مثلا في مجلس الأمن والغطاء السياسي الأمريكي والتراجع الأمريكي عما سمعناه من نبرة من بايدن في الأيام الأخيرة، وأنا أتحدث هنا من بروكسل ومن خلال عملي عن الرأي أو عن الموقف الأوروبي. فمثلا اليوم كانت هناك مخرجات القمة الأوروبية الحالية التي طالما انتظرها الكثيرون بأنها ربما ستخرج بعد في اليوم 70 للمجازر والإحراجات والمواقف الأوروبية والموقف الجماهيري الأوروبي الضاغط على الحكومات والذي ينتظر تغييرا في المواقف، خرجت اليوم القمة عمليا بدون طلب واضح لوقف إطلاق النار، بدون إدانة للمجازر، بدون إدانة للجرائم التي ترتكب، وإنما ابتدأوا كالعادة بأنه لإسرائيل حق الوجود وحق الدفاع عن النفس، وهذا الحق مجرد بما أنهم قالوا حق الدفاع عن النفس، تعلم تماما بأنهم يزيفون الحقائق والقانون الدولي ويجيرونه لحسابهم وحساب دولة الاحتلال. وكما يرى كثيرون إنما هو ضوء أخضر للاحتلال حتى يواصل جرائمه. على أي حال أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ أحمد. إليك أستاذ حسان، يعني النزيف يستمر في غزة كما يرى العالم بأسره، ويبدو بشكل جلي أن ما يفعله نتنياهو أصبح عبئا على المجتمع الدولي. ألا ترى أن هناك قرارا متعمدا لترك الأمور تسوء بشكل أكثر؟ يجب الإضاءة على طبيعة هذا الكيان والأسس التي قام عليها. هذا الكيان هو كيان ديني عنصري متطرف يقوم على الحق الإلهي والوعد الإلهي، وأنه شعب الله المختار، وأن فلسطين هي أرض الميعاد. لذلك يعتبر نفسه فوق القوانين الإنسانية، فوق القوانين الدولية، يمارس ما يريد باعتبار أن قانونه يسمح له أو دينه يسمح له بالقتل، بالتشريد، بالاحتلال، بالاغتصاب. فلذلك ما نشهده الآن هو هذا المشهد الحقيقي لهذا الكيان الذي قام عليه منذ عام 1948. وطوال الفترة الماضية التي كان يتم تصويره على أنه كيان ديمقراطي تعددي علماني كان وهما وغير صحيح. لذلك هذا الإجرام الذي نشهده الآن في غزة وفي الضفة الغربية إنما هو يعبر عن حقيقة هذا الكيان وطبيعته، والممارسات التي يقوم بها هذا الكيان الآن كشفت وضعه أمام العالم بأسره، وأربكت الأمريكي أيضا الذي يدعمه دعما كاملا سياسيا وإعلاميا وأمنيا وعسكريا وماديا. أمريكا الآن مستاءة من هذا الأداء غير المنضبط من هذا الكيان الصهيوني، لأنها تقدم للعالم نفسها على أنها ضابطة لحقوق الإنسان،
راعية للديمقراطيات، حامية للمواطنين وخاصة لحقوق النساء والأطفال. الآن نشهد مجازر بحق الأطفال، مجازر بحق النساء والشيوخ، وتدمير بنى تحتية ومساكن ومدارس ومستشفيات. والولايات المتحدة عاجزة عن ضبط هذا الكيان، لذلك أصبحت مربكة من تأييده. إضافة إلى ذلك، هناك شيء غير إنساني وغير واقعي تقوم به الولايات المتحدة، وهو دعم هذا الكيان بالسلاح والمال، وتقدم مواد غذائية عبر المعابر المصرية، وكأن مسموح القتل، وفي نفس الوقت تقدم الطعام للنازحين واللاجئين من شعبنا الفلسطيني. كذلك هناك جرائم لا تزال تتواصل بحق الصحفيين الذين تسعى إسرائيل أو الاحتلال إلى تغييبهم من أجل حجب الحقيقة. دكتور أحمد، يعني أنت تعلم باستهداف مصور قناة الجزيرة زميل سامر أبو دقة حينما كان على رأس عمله يحاول أن يقدم صورة توضح بأن هناك نازحين محاصرين، وبحسب معلومات فإن الاستهداف كان مقصودا للزملاء الصحفيين أبو دقة وكذلك وائل الدحدوح. إضافة إلى ذلك، منظمة مراسلون بلا حدود لم تقدم الإحصائية الحقيقية التي أوردها المكتب الإعلامي الحكومي ورصدها الكثير من الصحفيين على الأرض، ألا وهي وصول عدد الصحفيين الذين قضوا في هذه الحرب حتى اللحظة إلى 80. على ماذا تدل هذه الأمور مجتمعة؟ تفضل دكتور أحمد. يعني نعم، وأنا حاولت يعني إيصال الرسالة من خلال هذا المجسم. نعم، رحم الله الصحفيين جميعهم الفلسطينيين، وحسب ما قال صحفيو غزة للتو سمعت الرقم، ألا وهو 92 صحفي فلسطيني قتلوا خلال هذه الأحداث. كنت أتحدث وكانت المناسبة مع رئيسة البرلمان الأوروبي منذ تقريبا الأيام الأولى للحرب، وكانت تتحدث عن معاناة الصحفيين في أفغانستان وأرمينيا وأذربيجان إلى ما ذلك من خلال الضغط والتحرش والرسائل، وكنت أقول لها بأنه لماذا لا تتحدثين عن 50 في حينها 50 صحفي فلسطيني قتلوا منذ العام 2000؟ قالت هل يجب علي أن أتحدث عنهم؟ قلت لها لا يجب، ولكن يعني أنت غير مجبرة، ولكن هذه حقائق عندما نتحدث عن معاناة الصحفيين. أنا عايشت معاناة الصحفيين الفلسطينيين في رام الله في العام 2002 فترة الاجتياح، وأعلم ما الذي يجري. يعني هم يحاصرون الصحفيين بكل الأشكال الممكنة، ويرسلوا بالتهديدات، ويصادروا الكاميرات، ويطلقوا النار على الصحفيين وعلى كاميراتهم ومعداتهم، ويمنعهم من التحرك. يعني دخلوا علينا في يوم من الأيام على مكتب للصحفيين ويعني ومشوا على ظهورنا، وهددوا الصحفيين الأجانب وأجبروهم على الخروج. الهدف من كل ذلك هو بأنه لا يجب أن تخرج الحقيقة من فلسطين كي لا يراها العالم. ولكن هنا السؤال، هل فعلا من يرتكب كل هذه الجرائم ما زال يعني يخشى رأي العالم؟ الحقيقة أنه نعم، ولكن هم يتجاوزوا كل هذه الحدود وبكل هذه الوقاحة يرتكبون المجازر، ويريدوا من التخفيف من الغضب الجماهيري الشعبي، لأنهم يعلمون تماما إن كانوا يضمنون الحكومات فإنهم لا يضمنوا الجماهير. ومن هنا الاتحاد الأوروبي مثلا اليوم تبنى نعم يعني موقف ضبابي باهت لا معنى له، حتى في قضية وقف إطلاق النار قالوا أن يعني أن الدول الأوروبية صوتت على وقف إطلاق النار في الأمم المتحدة، فلا داعي لتكرار المسألة يعني. ولكن أيضا أصدروا قرارا بمحاربة اللاسامية والكراهية إلى ما ذلك، فهناك خشية. ويعني باختصار لو سمحت. نعم دكتور القطب، من جديد إليك دكتور حسان، يعني إلى أي مدى سيدوم صمت الدول الكبرى التي أصبحت غاضبة بشكل مباشر مما يجري بغزة إنسانيا؟ كلما طال أمد الحرب كلما انكشفت طبيعة هذا الكيان، وأصبحت الدول الغربية والمجتمع الدولي محرج من خلال تجاهله لما يجري على الأرض الفلسطينية من قتل وتدمير وإبادة جماعية للشعب الفلسطيني. الآن
هناك حراك شعبي واسع في المجتمع الدولي وفي المجتمع العربي، وهذا كله يترك تأثيرا إيجابيا على هذه الأنظمة التي بدأت تحولت من التأييد المطلق للكيان وما يقوم به، ومن اعتبار أن ما يقوم به هو حالة دفاع عن النفس، إلى المطالبة بتخفيف معاناة المدنيين، بالحد من قتل المدنيين. الآن هناك مطالبة واسعة بوقف إطلاق النار، وقف نهائي، وليس هدنة إنسانية. كلمة هدنة إنسانية وكأن هناك سماح أو موافقة على قتل عدد محدد من المدنيين، أو مسموح بقتل عدد محدد من المدنيين، ليس أن يتجاوز الرقم، يعني أن يكون ضخما جدا. لذلك هناك موقف متغير في أستراليا، موقف متغير في كندا، أصبحت الدول الأوروبية محرجة أيضا. طبعا كلما طال أمد الحرب كلما أصبح هذا كيان محرجا، والدول المؤيدة أكثر إحراجا. دكتور أحمد، إكمالا للفكرة التي طلبت منك أن تختصرها لكنك توقفت، عموما إكمالا لهذه الفكرة، هل تظن أن هذا الاحتلال يمكن أن يكترث مع هذا الإفلات من العقاب؟ ما إمكانية أن نرى تحركا أكبر للمنظمات المستقلة للتأثير على الدول الأوروبية وإجراء محاكمة لقادة الاحتلال سواء في المحاكم الأوروبية أو في محكمة العدل الدولية؟ في 15 نظمنا مؤتمرا صحفيا مع محامين مختصين في هذا الشأن هنا في بروكسل، وجمعنا محامين للخروج بفتاوى قانونية. وحقيقة أنه كان لدينا العديد منهم والمختصين والخبراء، ومنهم من صور، ونحن كمجلس جزء من هذه التحالفات. فمثلا في فرنسا هناك جيل دوفير وهو المحامي الفرنسي، ومن حوله أصبح ما يقارب 700 محامي من أوروبا، من أمريكا، ومن فلسطين نفسها. كل واحد منهم يقوم بدوره، والتقوا في محكمة الجنايات الدولية، والتقوا في مع المحاكم الدولية والأوروبية المختلفة، وقدموا وبدأوا في إجراءات الشكاوي. أيضا هناك منظمات في ومركزها في جنيف، منظمات حقوقية تجاوز عددها 51 أظن حاليا، 51 منظمة يعملون على نفس الموضوع. لدينا الكثير مما نعمل عليه في هذا الشأن. هناك حراك قانوني، ولكن يظل الموضوع مرتبط طبعا بالآخر بالإرادة، إذ أن القانون الدولي لا يمكن أن ينفصل عن البعد السياسي في هذا الشأن. ولذلك أيضا نحن نعمل حاليا على بعد آخر من خلال المحاكمة الداخلية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي لمحاكمة أو للتحقيق مع المسؤولين الأوروبيين الذين ذهبوا إلى غلاف غزة وإلى المستوطنات، وتمكنوا من المعلومات الحقيقية وأخفوها كي يخرجوا بموقف سياسي من أجله قتل أكثر من 20,000 فلسطيني. ولذلك يعني هناك الكثير من التجاوزات، وأيضا أصبح لدينا هنا في أوروبا الكثير من الفلسطينيين الذين يحملون الجنسيات الأوروبية، الذين فقدوا ممتلكاتهم وعائلاتهم وتضرروا بشكل مباشر من هذه المجزرة. ولذلك دخلت الحرب إلى أوروبا، كما قال اليوم رئيس الوزراء البلجيكي ديكروك حينما قال أن الحرب ليست بعيدة عنا وتدخل إلى أوروبا وتقتحم أوروبا. أستاذ حسان، من جديد إليك، يعني الإدارة الأمريكية انتقلت للحديث عن أن الهدن الطويلة ستبقي حركة حماس في السلطة، هل ترى بالفعل أنه يمكن القضاء على حماس؟ يعني 70 يوما كانت تكلفتها تدمير غزة، وحماس لا تزال صامدة والمقاومة، هل المشكلة حماس حقا كما يروج الاحتلال؟ المشكلة هي وجود الشعب الفلسطيني، ولذلك أعلنت إسرائيل منذ البداية أن مشروعها هو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، وإقامة يعني مخيمات نزوح جديدة على أرض سيناء في مصر. المشكلة ليست حماس، المشكلة هي وجود هذا الشعب الفلسطيني، وجود القضية الفلسطينية الحية في قلوب الجميع. لذلك تحاول إسرائيل تدمير غزة بالكامل تحت ذريعة أنها تقاتل حماس. إضافة إلى ذلك، لا يمكن القضاء على تنظيمات يحتضنها الشعب سواء كانت حماس أو غيرها. وإذا عدنا بالتاريخ إلى الخلف نرى أن منظمة التحرير الفلسطينية أسست في عهد أحمد الشقيري، ثم انتقلت إلى حركة فتح وأبو عمار، والآن حماس تقود عملية المقاومة. إذن هذا الشعب حي،
وهذه الأمة حية، ولا يمكن القضاء على هذا الشعب وعلى هذه الأمة، سواء خسرت حماس أم ربحت، أم استقرت واستمرت، هذه القضية ستبقى حية. وإسرائيل نجحت بالفعل في إحياء هذه القضية من جديد، لم تعد قضية فلسطين قضية شعب ونزوح ولجوء وحق عودة، أصبحت قضية أمة، قضية مقدسات، قضية صمود، قضية إبادة جماعية للنساء والأطفال والشيوخ. هذا المشهد الآن أصبح يهدد الاستقرار الإقليمي. نرى الآن هناك قلقا إقليميا من أن ينفلت الوضع وتنتشر الحرب في كافة دول المنطقة. كذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بدأ يحذر من تداعيات هذه الحرب على الاقتصاد الدولي والمعابر المائية مثل البحر الأحمر وقناة السويس. إذن هذه القضية قضية حية وحماس لا يمكن القضاء عليها طالما هناك احتضان شعبي لها، وهناك احتضان لقضية فلسطين لدى الشعب الفلسطيني والشعب العربي وكافة المسلمين في العالم. دكتور أحمد، هناك إجراءات بسيطة أخرى للدول، ونتكلم هنا عن من يصف نفسه بالعالم الحر. السؤال هنا، لماذا لم نرى قطعها للعلاقات مع إسرائيل للضغط عليها بدلا من هذه الردة الحاصلة؟ يعني بالنسبة لأوروبا مثلا، نحن نعلم أن هناك المجلس الاقتصادي الأوروبي الإسرائيلي، وهناك الكثير من العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول، وهناك استيراد التكنولوجيا الإسرائيلية التي تبتزهم إسرائيل بأنه إذا قطعتم العلاقات معنا ولم تأخذوا هذه المعدات فإننا سنوجهها إلى روسيا مثلا. وأيضا هناك دولة الاحتلال كانت معدة قبل هذه الحرب لتكون ممر الطاقة من الجنوب إلى الشمال، منها إلى أوروبا. وكما تعلمون أنه كانت هناك تحالفات مصرية يونانية قبرصية إسرائيلية تتجاوز قناة السويس وتتجاوز، وهذا حقيقة عمليا، وتتجاوز الموانئ التركية والبترول إلى ما ذلك. فكان لابد من أن يكون هناك أمن في المنطقة وأن تتجاوز الاقتصاد والمصالح الاقتصادية الخلافات السياسية والجيوسياسية في المنطقة. ومن هنا خرجت عليهم حماس بعملية 7 أكتوبر، وعمليا تغيرت كل الموازين. ولكن هنا السؤال، يعني أين فعلا كانت حقيقة، أين كان الملف الفلسطيني قبل 7 أكتوبر، بحيث أننا نرى اليوم بعد كل هذا والذي يجري في غزة ولا يوجد الخيال الكافي لكل دول العالم للخروج بحل سياسي أو بأي مبادرة سياسية حقيقية تتجاوز حل الدولتين الذي أرى اليوم الحديث عنه أصبح، وبالذات بعد الرفض الإسرائيلي لحل الدولتين الذي اعتمدت عليه أوروبا على مدى عشرات السنين. اليوم لا يوجد لديهم الخيال إلا أن يسقطوا مسمى حل الدولتين على الواقع الحالي في الضفة الغربية، ويريدوا أن ينسخوه في قطاع غزة ليكون أوسلو جديد في قطاع غزة. يعني هذا العقم في الأفكار أثبت أنه قبل 7 أكتوبر عمليا كانت القضية الفلسطينية قد وضعت بالجوارير وأغلق عليها، ولا يوجد اليوم عمليا حلول حقيقية يمكن أن يأتي بها هؤلاء ليقنعوا على القليل بها الإسرائيليين. أشكرك شكرا جزيلا، منسق المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية، كنت معنا عبر سكايب من بلجيكا، دكتور أحمد فراسيني، شكرا جزيلا لك. كما أشكرك الأستاذ حسن القطب، مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، ضيفي من بيروت، شكرا جزيلا لك.